لرسول الله صدق رسول الله فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه صدق رسول الله. حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان ولهذا جمع العلماء كلمات نبينا العدنان للبشرية خير ضياء يهدي لطريق الإيمان طبعا بعد كلام الله صدق رسول الله. حفظ الله لنا القرآن والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان صدق رسول الله. فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه قال رسول الله صدق رسول الله. تلك هي أوراق الأسئلة ومدة الامتحان 40 دقيقة. يا ربي نفس الامتحان مع نفس المدرس وفي نفس الفصل وفي نفس اليوم الثلاثاء فكيف أحصل على درجة أفضل من درجة الشهر الماضي؟ لا تتشائم يا عمر. ها؟ ادعو الله بالدعاء الذي علمتك إياه. اللهم أعني على حسن الظن بك. اللهم أعني على حسن الظن بك. اللهم أعني على حسن الظن بك. ما هذا؟ اللهم أعني على حسن الظن بك. يا ربي لابد من كتابة المقال الأسبوعي ولا أجد موضوعاً جديداً. أخشى أن أكتب موضوعاً رتيباً ينفر القراء مني. أمي أمي عمر الأول يا أمي الأول على الفصل في امتحان العلوم. مبارك يا عمر، ولكن كيف ذلك وكنت خائفاً جداً من الامتحان؟ كلمة السر يا أمي الدعاء الذي تذكرته في آخر لحظة. أي دعاء؟ اللهم أعني على حسن الظن بك هو الذي يبدد الخوف ويمنح الثقة. اللهم أعني على حسن الظن بك. اللهم أعني على حسن الظن بك. أخيراً وجدت فكرة المقال. آه، منذ فترة طويلة لم أكتب شيئاً على الفيس. أنا سعيد جداً، فزت اليوم بالمركز الأول على الفصل في مادة العلوم. أهلاً يا ياسين، تريد أن نذهب اليوم إلى النادي؟ لا 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 لا، الأول على الفصل مثلي لا يضيع وقته في اللعب والنوادي. عمر، ألن تتناول الغداء معي؟ طبعاً، فأنا الأول على الفصل وشهيتي مفتوحة جداً. إذن
هيا لتساعدني في تحضير الطعام. لا لا يا أمي، الأول على الفصل مثلي لا يضيع وقته في المطبخ. ماذا؟ عمر، انتهيت من كتابة المقال. حسناً. هل تقرأه؟ فيما بعد، إني الآن على الفيسبوك. انظري، 30 إعجاباً و25 تعليقاً على البوست الأخير. أنت لا تذاكر. الأول على الفصل مثلي لا يحتاج إلى مذاكرة طويلة. وهل الأول على الفصل يمكنه أن يفتح الباب؟ لا بأس، العم شادي. مبارك يا عمر. وكيف عرفت أنني الأول على الفصل؟ من الذي كتبته على الفيسبوك. شكراً يا شادي. ماذا أحضرت لعمر؟ افتح الهدية وأخبر والدتك. ما هذا؟ كتاب؟ كتاب علوم يساعدك على المذاكرة. يا عم شادي، أنا لا أحتاج مساعدة في المذاكرة، أنا الأول على الفصل. يا ربي، ماذا أفعل؟ إنها مصيبة. ماذا بك يا عمر؟ حصلت على درجة ضعيفة جداً في امتحان الرياضيات. لابد أنك لم تذاكر جيداً. أنت الذي نصحتني بألا أخشى الامتحانات وأحسن الظن بالله. تحسن الظن بالله بعد أن تجتهد وتفعل ما عليك؟ المشكلة يا عمر أنك بعد أن تفوقت في امتحان العلوم قد أصابك الغرور. ليس غروراً بل ثقة في النفس. خيط رفيع بين الغرور والثقة، ويبدو أنك قد تخطيته دون قصد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وماذا أفعل؟ تعود كما كنت يا عمر. أعود خائفاً قلقاً من كل شيء. لا، بل تعود مجتهداً في دراستك، متواضعاً حتى في قمة نجاحك وتفوقك. وهل أصابك الغرور من قبل؟ كاد يصيبني في بداية شبابي عندما كان الناس يمتدحون تفوقي العلمي رغم صغر سني. وكيف تجنبت الغرور؟ كنت دائماً أدعو الله بدعاء سيدنا موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا أهل مصر الكرام، أظلنا شهر كريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، يكافئ الله بها عبده المؤمن ليس فقط على طاعته في العشر الأواخر من رمضان، ولا طاعته فقط في رمضان، بل على طاعته طيلة العام. فالزموا طاعة الله يرحمكم الله، واعلموا أن ثواب الطاعة مضاعف في رمضان، ولكن أيضاً جزاء المعصية مضاعف فيه. فمن لم يقدر على عمل الطاعة في رمضان فليلزم نفسه بالبعد عن المعصية فيه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنهيت صلاتك يا محمد؟ بقيت ركعة الوتر يا فاطمة. منذ ساعتين وأنت تصلي. صلاة القيام يا زوجتي العزيزة. أنت تجهد نفسك كثيراً، ألم تصلي القيام إماماً في مسجد عمر؟ بلى، ولكني أحاول أن أختم القرآن في رمضان كل خمس ليال. خمس ليال؟ نعم، فثواب قراءة القرآن مضاعف في رمضان، وقد عرفت أن في كل ختمة قرآن دعوة مستجابة. وهل شغلك ذلك عما جئت مصر من أجله؟ لا والله، إني أقضي طيلة النهار مع أبي صالح كاتب الليث بن سعد، ومع النسائي أيضاً أراجع معهما بعض الأحاديث التي سأضمها إلى كتابي إن شاء الله. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله شيخنا النسائي. ما ظننتك تسبقني إلى الموعد؟ وجدتها فرصة كي أجلس إلى النيل. يبدو أنك من المغرمين به. أطول نهر في العالم، وعلى ضفافه قامت أول حضارة في التاريخ. حسن، فلنجعل كل لقاءاتنا عنده. جئتك اليوم بعشرة أحاديث أخرى. جزاك الله خيرا، فلنراجعها معا. قل لي أولا، كم حديثا من الأحاديث التي راجعتها معي قد ضممتها إلى كتابك؟ حوالي 6 أحاديث. 6؟ تراجع معي أكثر من 400 حديث قد رويتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تأخذ منها 6 أحاديث فقط؟ تلك هي الأحاديث التي توفرت فيها الشروط يا شيخنا. أية شروط؟ الشروط الخمسة التي وضعتها لاعتماد أي حديث أضمه إلى كتابي الجامع الصحيح. تقصد أن الأحاديث التي رويتها أنا ليست صحيحة؟ عفوا يا شيخنا، ولكني ألزمت نفسي بهذه الشروط الصعبة منذ بداية تأليفي للكتاب. اهدأ يا نسائي، لا أراك محقا في موقفك من البخاري. بعد كل هذا الوقت والجهد يأخذ مني 6 أحاديث فقط؟ ماذا أقول أنا إذن وقد أخذ مني 3 أحاديث من مجموع 200 كتبتها عن الليث بن سعد؟ قل لي، متى سينتهي من تأليف كتابه المزعوم؟ بل قل لي، كم حديثا سيضم هذا الكتاب؟ إنه يسافر بين البلاد ويأخذ من كل بلد 4 أحاديث لا غير. ربما ضم كتاب البخاري أحاديث أقل في عددها من أي كتاب آخر، ولكن كتابه بشروطه الصعبة سيكون أكثر مصداقية من أي كتاب آخر. أنت تدافع عنه يا شيخ سعيد لأنك أنت الذي دعوته لزيارة مصر. والله ما ندمت على ذلك أبدا. ألم ترى كم سعد به أهل مصر وكيف استفادوا من علمه وحرصوا على حضور دروسه وخطبه؟ ماذا بك يا محمد منذ عدت من لقاء الشيخ النسائي وأنت شارد ومهموم؟ أخشى يا فاطمة أن أكون قد أغضبته أو أحرجته. هو الذي لم يقدر الشروط التي وضعتها في كتابك. هذا أيضا يشغل بالي، هل سأستطيع أن أتمم كتابي بهذه الشروط الصعبة؟ قلت لي إنك تستخير الله قبل أن تضم أي حديث إلى كتابك. نعم. إذن إلزم شروطك الصعبة يا محمد، وسوف يوفقك الله لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيك يا حبيبتي. آه ماذا بك يا فاطمة؟ أشعر بتقلصات شديدة في بطني، يبدو أنه أوان الوضع يا محمد. قال رسول الله، صدق رسول الله، فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه. حفظ الله لنا القرآن في كل مكان وزمان، والسنة أيضا تحتاج من يحفظها من النسيان. ولهذا جمع العلماء كلمات نبينا العدنان، للبشرية خير ضياء
يهدي لطريق الإيمان. طبعا بعد كلام الله صدق رسول الله فيما فسر فيما فصل فيما بلغ عن مولاه.